دير ستودنتس ويلكم باك، وهنكمل مع بعض اسئله الاوبن اند كويستشنز المبنيه طبعا على كل فصول القصه بتاعه ذا بريزنر اوف زيندا. السؤال عندي بيقول ذا ثينج اي هانت از ا فيري بيج انيمال، اللي هصطاده ده حيوان ضخم. راسندل اكسبلين وات از راسندل ريلي هانتنج، هيصطاد ايه بالفعل؟ الاجابه عندنا احبائي هي از ريلي هانتنج ديوك مايكل. كان بيكلم برنسيس فلافيا قال له ام جوينج تو هانت او ام جوينج فور هانتنج، راح اصطاد او ام جوينج هانتنج. طبعا الصح ان هو كان نوت جوينج تو هانت ان انيمال، هي واز جوينج تو هانت ديوك مايكل بيكوز اوف هيز امبيشنز، بسبب طموحاته. هي واز كيدنابينج ذا كينج ذا ريال كينج اند واز لوكينج فور ا تشانس تو كيل ديوك تو كيل راسندل اند تو جيت ريد اوف اجين طبعا سابت اند فريدز. To whom did the large modern country house called Turlenheim belong؟ المنزل الريفي ده اللي هو المسمى باسم ترلنهايم يخص مين؟ بالتأكيد يخص أسرة ترلنهايم، أسرة فريدز، اللي هو اسمه طبعا فريدز فان ترلنهايم. وفان ترلنهايم يعني آل ترلنهايم، عيلة بتاعتهم. It belonged to a relative of فريدز، أحد أقارب فريدز، عشان كده يستغلوه. تمام؟ Number 20. راسندل سات and فريدز took 10 brave and strong gentlemen that they trusted to hunt down Michael. What reason did they give to the gentlemen? خلاص راسندل خد سات وفريدز واخدوا معاهم 10 gentlemen strong gentlemen 10 رجال، واتجهوا ناحية طبعا المنزل الموجود في زيندا اللي هو يخص احد اقرباء فريدز. هيقول ايه للرجال دول؟ We are going to kill Duke Michael. هنموت Duke Michael خلاص؟ لا. قال لهم في أسباب. Duke Michael is ambitious. طموح. Was attempting all the time to kill the king. قال لهم ده هيموت طول الوقت. وفي نفس الوقت is keeping some of my best friends or one of my best friends in prison in the castle. يحتفظ بأحد أصدقائي، صديق مقرب ليا، يحتفظ بيه كسجين في القلعة. We have to get rid أو to set my friend free، لازم ننقذ إيه أو نطلق سراح صديقي الموجود في القلعة. ده كلام مين؟ راسندل للرجال اللي أخذهم معاه. And as brave they will not ask any more questions، هم كرجال شجعان مش هيسألوا أي أسئلة تانية، عرفوا المهمة بتاعتهم. Is to help the king in front of them، قدامهم راسندل هو الملك. To help him to get rid of أو to set his friend free، يطلق سراح صديقه. And it might happen، قد يحدث to kill a to kill Duke Michael. تمام؟ فعشان كده جايه بنقول they told the gentleman that Duke Michael was holding a friend. Holding a friend هنا احبائي يعني keeping one of Rassendel او the king's friends of the king as a prisoner. And it was their job to set him free. وظيفتكم نحرر الراجل ده. What did Johan tell Rassendel about the real king's condition؟ بيسأل طبعا راسندل بيسأل يوهان اللي هو شغال سباي سبيواي جاسوس حالة الملك الحقيقية ايه؟ He told him that the king was ill and weak. الملك بالفعل مريض وفي نفس الوقت متعبأ او ضعيف. تمام؟ weak. Why did or why does راسندل say that he was forced to stab Max Holf to death؟ راسندل يعني ما كانش يعني ناوي ان هو يموت ماكس هولف لما وجده في المركب بيحرز زي ما قلنا ذا بايب ذات ليدز تو ذا روم وير ذا كينج واز كيبت. البايب او الانبوب اللي كان بيؤدي الاوضه ايه الاوضه اللي محبوس فيها الملك. لكن اضطر يقتله. ليه؟ معروف ان ماكس واز وركينج فور ديوك مايكل، ماكس شغال مع ديوك مايكل، وفي نفس الوقت ات واز ا وور، دي بالنسبه له زي ما قلت دي حرب. He was working for the enemy، شغال مع العدو. لو ما قتلتهوش هو اللي هيقتلنا. تمام؟ عشان كده he stabbed him unwillingly، بدون رغبة داخلية. It was war، he had to do it to rescue the king. Number 23. What did the chief of the police أو the chief of police in Strelsu tell Rassendel the king طبعا about what they had learned about the real Rassendel؟ في يوم من الأيام جه قائد الشرطة قام بزيارة لراسندل وهو موجود في الترلنهايم هاوس. وطبعا هنا بالنسبة قائد الشرطة جاي فاكر ان هو جاي بيزور الملك، بالنسبة لهم ده الملك. قال له ايه عن راسندل بقى اللي هو المفروض ان هو اختفى وشرطته مش لاقي عنه ايه اي معلومات. بيقول له they had found، الشرطة وجدت
his bags حقائب بتاعت راسندل. ما تنسوش ان راسندل اصلا وصل زندة وكان مقيم في الفندق. بعت كل حقائبه للمحطة توصل قبل منه، وبعد كده يتمشى في خلال الغابة يوصل المحطة ياخد القطار ويسافر لفين؟ لاسترالسو. كان ما حصلش، بعت الحقائب وما رحلهمش بالاصل، هو اتمشى في الغابة قبل الملك وحصلت الاحداث بتاعتنا. فطبعا الحقائب دي بتاعت مين؟ بتاعت راسندل. راسندل ايه؟ اختفى في المدينة دي اصلا، او اختفى في مدينة زندة، او اختفى في روتانيا ككل. تمام، قائد الشرطة بيقول كده بالنسبة، بيكلم الملك اللي هو بين قوسين راسندل طبعا. طبعا and they thought he was traveling with Madame Dumoulin. طبعا كان احد اصدقاء له فيذرلي اللي كان موجود في باريس كان بيقول ده كان مسافر مع مدام انطوانيت دوموبان، يعني she can be asked، ممكن نسألها. Why was Michael keeping Madame Dumoulin as a prisoner in his mansion? طيب مايكل رغم ان she was a guest كانت ضيفة بالنسبة له، لكن دلوقتي is keeping her أو in prison أو in the mansion، يعني كأنه بالضبط بيحبسها في القصر بتاعه. ليه؟ because he knew that she would أو she had warned Rassendel at أو at the summer house. عرف إن هي دي الست اللي هي بدل ما طبعا تبعت جواب أجبرها، he forced her to send a letter to Rassendel to trap him، أجبرها تكتب خطاب لرسندل إيه؟ يعني اللي هو يوقعه في مصيدة. يعني فاكرين في السمر هاوس ذا بلان واز تو كيل مايكل تو كيل راسندل، الخطه كانت نقتل راسندل اند تيك هيز بادي تو ذا بور بارت، نودي الجثه بتاعته في الجزء الفقير في الباب، اند سابتن فريدز وود بي كيلد، سابت فريدز سيقتلى او وود بي ارستد فور كيلينج ذا كينج، هيقبض عليهم طبعا دوك مايكل ان هم موتوا الملك. وفي نفس اللحظه هي وود سند ا ميسنجر، هيبعت رسول تو زندا تو كيل ذا ريال كينج، يموت الملك الحقيقي، اند ويل بي ا كينج هيم سيلف، يبقى هو ملك. ده كان كل كلام ديوك مايكل. الخطه دي كلها احنا فاكرين طبعا قالتها بالظبط انطوان دي موبان، حكتها لمين؟ لراسندل. عشان كده طبعا ديوك مايكل ديسكفرد وات شي تولد تو راسندل، او شي تولد راسندل، اند ناو شي واز تيكن تو ذا منشن تو بي اواي فروم راسندل. خدها طبعا وداها زندة في القصر عشان تبقى بعيدة جدا عن راسندل، not to tell him about their plans، ما تقولش عن الخطة بتاعتهم طبعا. لكن راسندل كان wise enough او was brave enough او was intelligent enough، كان ذكي بقدر كافي to have يوهان as a spy، يشغل كمان يوهان ان هو جاسوس ويحصل في تواصل برضه بينه وبين انطوانيت دي موبان until they get the king free. تمام، او set the king free. Why was Rose angry with Rudolf at breakfast؟ روز كانت غاضبة من رودولف at breakfast في البداية خالص. She was angry because Rudolf didn't want to work or have any responsibilities. رودولف هنا رودولف ايه؟ رودولف راسندل كانت غاضبة منه ليه؟ زوجة اخيه، عشان he didn't want to work أو he didn't want to have any responsibilities، مش عايز أي مسؤوليات. Although he was 29 years old. Number 26. Why did Rassendel decide to go to Ruritania? طب Rassendel فكر ليه يروح Ruritania؟ He wanted to see the coronation of the new king of Ruritania. الأول فكر اختار Ruritania in particular، Ruritania بالذات، because he remembered that his aunt Amalia was married to one of those Elfbergs was married to one of the royal family in Ruritania. في نفس الوقت this decision was helped by قراره انه يسافر روتانيا تم تدعيمه او تأكد because he knew from newspapers that there's a coronation soon، ان في طبعا ايه او there will be a coronation soon، ان في حفل تتويج هيتم قريبا، عشان كده he went to Ruritania. تمام، عندنا كمان سؤال بيقول why did the inner او the innkeeper like Duke Michael more than the king؟ the innkeeper اللي صاحبة الفندق اللي موجود في زندة كانت بتحب Duke Michael اكتر من الملك. السبب يعني most people living in Zinda like Duke Michael more than the king. ليه؟
because Duke Michael had always lived in the Rutenia. Duke Michael كان عايش وسطيهم، كان عايش دائما في روتينيا. على عكس طبعا the king was living abroad، عايش في الخارج. He was studying abroad and cared about the people. Duke Michael بيهتم بالناس، بيفكر خطته بقى مستقبلا يعمل ايه. The king had lived abroad and the people didn't even know his face or know him. الناس في روتينيا ما كانوش عارفين شكل الملك الا المقربين جدا، الباقي ما يعرفش. عشان كده هم يعني مهتمين قوي بان ديوك مايكل، او الاغلبيه طبعا مهتمين قوي بديوك مايكل يبقى الملك. على عكس طبعا مش كل الناس، احنا قلنا الناس الاغنياء اللي هم الريتش بيبل wanted the king او رودولف الفبرج to be the king because they didn't want any change، مش عايزين اي تغيير، عايزين هو يستنى. ليه؟ because they lived well during his father's or his father's time، عاشوا في وقت كويس وكانوا مبسوطين ايام الحكم الملك الاكبر اللي هو بابا طبعا ديوك مايكل، وفي نفس الوقت بابا رودولف الفبرج. رودولف الفبرج اللي هو الملك يعني was not caring about them، كانش مهتم بهم، and he was living abroad، عاش في الخارج. ديوك مايكل بقى كان بيستغل الفرصة، take the opportunity ان هو to, إيه بقى؟ to make himself well، يعمل من نفسه او to make his name well among طبعا among the people او the poor people in particular، الناس اللي هم الفقراء على وجه الخصوص. he promised them that there will be a change، وعدهم طبعا ان هيبقى في دايما في تغيير، ان هم طبعا بيطمحوا او بيأملوا ان هم طبعا يعيشوا حياة افضل في ظل حكم مين؟ ديوك مايكل نوت ذا كينج. لكن طبعا راسندل لما جاء عمل العكس، تقرب طبعا من الناس الفقراء وحسن صورة الملك الحقيقي in front of او among his people. سؤال كمان بيقول why did Duke Michael poison the king؟ طب ديوك مايكل سمم الملك ليه؟ he didn't want him to be crowned king، مش عايزه ملك متوج. the next day تاني يوم كان في حفلة تتويج، مش عايزه متوج. he wanted to prevent him from going to the coronation، سمم عشان يبقى ايه؟ يمنعه من حضور حفلة التتويج and to be the king himself، يبقى هو نفسه الملك. how long did Rassendyll expect to pretend to be the king؟ how long؟ قعد قد ايه Rassendyll بيدعي او بيتوقع انه يبقى الملك؟ كان متوقع بقى انه يقعد الفترة دي كلها؟ لا، يا دوبك كان ايه؟ he expected to pretend to be the king for one day، حفلة التتويج وخلاص، او until midnight، لغاية منتصف الليل. لما يرجع هو وسات to go back to Zinda was supposed to leave the country، مفترض ان Rassendyll يسيب البلد. and sat and the real king would go back to the capital Streltsow، sat والملك يرجع العاصمة. لكن طبعا they found that the king was kidnapped، الملك نفسه اتخطف. عشان كده they decided to go on the game او playing the game، قرروا يستمروا في اللعبة، يعني Rassendyll to pretend to be the king until time comes to rescue the king، تمام، او the real king. سؤال كمان بيقول why was Sat anxious when Rassendyll rode through the old part of town alone؟ Sat كان قلقان جدا او متوتر لما Rassendyll كان بيقود الحصان لوحده في الجزء الفقير في المدينة. ليه؟ Sat thought the people in the old part of town might hurt him، احتمال يأزم مين؟ Sat، سوري Rassendyll، معتقدين هو مين؟ الملك. because he didn't like the king، ما يحبوش الملك، تمام. وساعتها طبعا Sat would be in a critical situation، في موقف يعني او in a dangerous or serious situation، موقف خطير جدا. because Duke Michael would kill him، Duke Michael هيموته. ليه؟ لانه عارف انه طبعا ده هو اللي عارف السر بتاع Rassendyll، عارف ان Rassendyll ده مش الملك الحقيقي. اذا Rassendyll قتل قدام الناس هيبقى الملك قتل، وهيتبقى طبعا Sat وFritz هم اللي عارفين، يخلص منهم ديوك مايكل and be king، ويبقى هو نفسه ايه؟ الملك. how did Rassendyll and Sat get a permit to leave the city؟ Rassendyll وSat كان لازم يحصل على تصريح عشان يسيبوا المدينة بالليل. Sat was able to copy the king's signature onto a form. Sat was able to copy، استطاع ان هو ينسخ توقيع الملك
على استمارة أو ورقة يقدمها طبعا للمفروض للحارس اللي على الباب، لكن طبعا كان his daughter بنت الراجل، وما كانش الراجل طبعا نفسه، كان هو بيتفرج على ايه حفل التتويج. وعارفين الموقف طبعا ازاي ساب تتعامل مع الموقف، and was able او he and Rassendyll were able to get out of the city شكلك ممكن نقول legally بشكل قانوني. تمام. Again, how did Duke Michael know that Rassendyll was not the real king? Duke Michael, how could he knew or how could he know that Rassendyll was not the real king? Duke Michael knew that the real king had been poisoned and was at the hunting lodge. His men must have sent him a message that the king was asleep at the hunting lodge or taken to the Zenda or taken to the castle of Zenda. يبقى احبائي لازم نعرف كمان ان ديوك مايكل كان موجود في العاصمه في استرالس. How could he know that the king was taken to the castle, was kidnapped, and the one pretending to be the king is not the real one, he is just an Englishman called Rassendyll. طبعا بالتاكيد رجاله الموجودين في زندا sent him a message، بعتوا له رساله that his brother the real king was taken to Zenda and now he is in prison. Now what هو موجود فين؟ في السجن. And what about the one attending the coronation؟ مين بقى اللي حضر حفل التتويج ده؟ copy نسخة بقى نسخة the real one ممكن زي ما قلنا قبل كده was just somebody pretending to be the king مستغلا طبعا the same appearance نفس المشهد او نفس المنظر between him and the king. تمام. Again 34, why did the men who came to the lodge have spades with them؟ الناس اللي جم ال hunting lodge كانوا جايين معاهم حاجه زي الجاروف كده. ليه؟ they had spades because they were going to bury Joseph's body. They had or they were going to bury Joseph's. طبعا مقتل شخص مهم جدا، او يعني هو خادم صحيح، خادم لمين؟ للملك. لكن مقتل شخص هيصير طبعا مشكله كبيره جدا بالنسبه لديوك مايكل، عشان كده كان لازم يخلص من الجثه. عشان كده ارسل رجاله طبعا during the night، مش متوقعين يلاقوا طبعا Rassendyll وسبت موجودين هناك. He sent or Duke Michael sent his men to bury the body، يدفنوا ايه؟ الجثه. تمام. Why did Rassendyll continue to pretend to be the king after the coronation day؟ ليه Rassendyll اضطر انه يكمل دور الملك، يدعي ان هو ملك حتى بعد حفل التتويج؟ Because the real king was missing from the lodge. الملك الحقيقي نفسه اختفى، مش موجود فين؟ مش موجود في الهانتنج لودج. He was taken to the castle of Zenda, taken by Michael's men. تمام. Who is Ditchard؟ مين Ditchard؟ Ditchard is an Englishman who is one of Duke Michael's special soldiers or one of the six men. أحد الرجال الستة بتوع مين؟ بتوع Duke Michael. Why did Rassendyll remember Rose's words about responsibilities when he left Princess Flavia's palace? Rassendyll قاعد يتذكر كلمات his sister in law زوجة أخيه لروز لما ترك القصر بتاع مين؟ بتاع فلافيا. ليه؟ Because he suddenly realized أدرك that he had always wanted a quiet life، كان طول حياته عايز حياة هادئة. But now he had many responsibilities، دلوقتي قدامه مسؤوليات كتيرة. يحمي فلافيا من ديوك مايكل، ينقذ الملك الحقيقي، كل ده من اجل ايه؟ روتانيا. And he wondered how he had got into that situation. بيسأل نفسه انا ازاي وقعت في كل هذه المواقف؟ انا حطيت نفسي في الموقف ده ليه؟ تمام؟ Number 38, what did Antoinette tell Rassendyll when he went to the summer house? Antoinette طلبت من Rassendyll وهي عارفه ان هو Rassendyll مش الملك. يروح طبعا يروح السمر هاوس الون. طلبت منه ايه؟ She told him that Michael's men were planning to kill him there and that he must leave before they came. لازم بعد ما حكيت له الموقف والخطه بتاعت
ديوك مايكل قالت لازم تسيب البلد، تسيب الهاوس ده او ذا سمر هاوس immediately في الحال، لكن طبعا it was too late and he had to fight against them. لازم كان يحارب طبعا معاهم او يقاتلهم. And he was clever enough to get himself safe. ان هو طبعا استطاع ان ينقذ ايه نفسه. تمام؟ Again, how did Sapt react when Rassendyll almost told Princess Flavia the truth of who he was? How did Sapt react when Rassendyll almost Rassendyll كان على وشك بقى ان هو يقول لبرنسيس فلافيا that he was not the real king. ازاي كان رد فعل Sapt؟ انقذ الموقف ازاي؟ Sapt او Sapt's face was angry، كان غاضب. But he calmly told Rassendyll، بس اتكلم بهدوء. قال Rassendyll that someone was waiting to see him، في حد منتظرك في الخارج. عشان كده he left Flavia without telling her the truth. What did Sapt want Rassendyll to do at the ball? Sapt كان عايز Rassendyll يعمل ايه في الحفل الرقص. Wanted him to propose. Propose يعني يطلب يد Princess Flavia. To ask Princess Flavia to marry him. Okay? And by this, my dear students, we come to the end of our episode. أتمنى أحبائي نكون غطينا كم كبير جدا من الأسئلة. طبعا دي من ضمن الأسئلة المتوقعة إن شاء الله في امتحان آخر السنة. خدنا أنواع مختلفة من الأسئلة. خدنا طبعا بدأنا بالكوتيشنز وشفنا كم كبير جدا من الكوتيشنز. شفنا كمان إن السؤال بتاع فاند مستيك. وانتهينا بالأسئلة أوبن إندد. طبعا أنتوا عارفين بالترتيب بيبقى عندي أربعة أوبن إندد. عندي سؤال كوتيشن عليه ثلاث أسئلة وعندي سؤالين فاند مستيك. Until we meet again, good luck and goodbye.